اهلا وسهلا بحضراتكم مشاهدين برنامج امنيه مصريه. مفوضيه ساميه لحقوق الانسان التابعه للامم المتحده من ايام طلعت تقرير ضد مصر، طلبت فيه بالغاء احكام الاعدام اللي صدرت في حق جماعه الاخوان. اضيف على ده النهارده من ساعات ان الخارجيه الفرنسيه دعت مصر لوقف تنفيذ احكام الاعدام التي صدرت. هنا نقف ونتكلم. هذا تدخل سافر في الشأن المصري، وده أساسا من حيث المبدأ. ثانيا، هذا تدخل غير مقبول في أحكام القضاء المصري. بعدين خلينا نتكلم ونسأل، هو حد كان تدخل في أي شأن يخص أي دولة؟ يخص أمريكا، يخص إنجلترا، يخص فرنسا، رغم ما كان فيهم وما زال فيهم. أنا أفتكر أن أنا كنت في فرنسا في 2008-2009، في الوقت ده كان في بعض أحداث عنف في فرنسا. أنا شفت بنفسي عمليات دهس حقوق الإنسان، وفاكرها كويس قوي قدام ماريوت. ومش بس كده، وانتوا كمان مش ناسيين حكومة انجلترا لما خرج علينا ديفيد كاميرون رئيس الوزراء وقال بالنص: لا تحدثني عن حقوق الانسان طالما هناك امن قومي، طالما هناك امن قومي مطلوب وحتمي الحفاظ عليه. امريكا قصة تانية، كان بيكون فيها دهس في ولايات كتير تانية. اللي أنا عايزة أقوله، أنا مع حقوق الإنسان، وأنا ضد العنف وضد أي شيء مخالف للحفاظ على حقوق الإنسان. بس أنا اللي بقوله إن ما دمت أنت في مرحلة تحقيق هدف، محدش يقدر يتدخل في رؤيتك للأمور. وطالما احنا في القضاء فاحنا ملناش رأي، احنا ننتظر الحكم بالبراءة او بالإدانة. لكن ان احنا لما الاحكام تصدر احنا نتكلم فيها، ده اللي انا بعترض عليه. احنا يجب علينا احترام القضاء. هو يعني في فرنسا في مواطن يقدر ما يحترمش قضاء؟ هل في مواطن في أي دولة من دول العالم لا يحترم القضاء؟ لا، الكل بيحترم، وإحنا هنا كمان بنحترم القضاء بتاعنا. وعلى الجميع في الداخل والخارج ألا يتدخل في أحكام القضاء، دي حاجة مقدسة. فبالتالي إحنا لابد لما نسمع آراء مخالفة لآرائنا لابد نشوف الناس دي لما كانت مكاننا كانت بتحكم على الأمور إزاي. نطلع كده نروح فاصل صغير ونرجع تاني. نرجع على اسكندريه. اسكندريه اعلن الدكتور مصطفى مراد رئيس الاداره المركزيه لنوعيه الهواء. على فكره نوعيه الهواء دي مسمى جديد على الاقل بالنسبه لي. المهم ان ميناء اسكندريه استقبل 14 اتوبيس بيشتغل بالكهرباء. وقال الدكتور مراد إن وزارة البيئة بتتوسع في تحسين درجة الهواء، وإن أتوبيسات النقل العام لما تمشي بالكهرباء طبعا بتقلل التلوث، وده أفضل بكتير للبيئة اللي احنا عايشين فيها. هو معانا على التليفون
بس الأول عايزين نعرف منه إيه هو إدارة نوعية، إيه هي إدارة نوعية الهواء. أهلا وسهلا يا فندم. ألو، مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، أهلا بحضرتك. هو الهواء بقى أنواع يا فندم؟ طبعا انواع كتيره يعني. أهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. أي ست اللواء، أنا مع حضرتك. ايوه ألو معاك. ألو، أنا مش سامع كويس، مع ممكن حضرتك. نتكلم تاني؟ ايوه أي فندم، أنا مع حضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك، تمام. أنا ست اللواء. اتفضل حضرتك، اتفضل يا فندم، أنا مع حضرتك. اهلا وسهلا حضرتك. كنت عامله مداخله يعني، اتكلم فيها حضرتك. الخط بيقطع، معلش نطلبك تاني، نطلب حضرتك تاني. احنا واضح ان في مشكلة في التليفونات. خلينا لسه في اسكندرية، في خبر منتشر، الخبر ده على السوشيال ميديا بيقول ان بيتم بناء جدار عازل على البحر والناس مش هتشوف البحر، والناس بتقول هيحرمونا من البحر. على عموما الكلام ده عايزين نعرف مدى صدقه ايه. معانا على التليفون اللواء احمد حجازي، رئيس الاداره المركزيه للشواطئ. اتمنى يكون خط احسن. الو، هو واضح ان في مشكله في التليفونات عموما، معلش نحاول تاني، نحاول تاني. خلاص نسيب اسكندريه اللي استقبلت الاتوبيسات ونروح لحي السيدة زينب. حضراتكم عارفين ان في منطقة هناك اسمها تل العقارب اللي كانت عشوائية، واللي برنامج امنية مصرية عمل فيها شغل من حوالي سنة ونص، وكان امنية مصرية في ذات الوقت ان العشوائيات دي تنتهي. الحقيقة المنطقة دي انتهت ضمن ما يقرب من 226 منطقة عشوائية. الغريب ان اسكندرية كانت في المركز الاول في العشوائيات، تليها القاهرة. وبدأت الحكومة منذ سنوات قليلة القضاء على العشوائيات. منطقة تل العقارب دي تم تغييرها وتم نقل سكانها وبناء مساكن حضارية ليهم، والنهاردة بالفعل تم هدم 11 عقار عشوائي وبيتم نقل السكان وإخلاء باقي العقارات وتم تسكينهم في أماكن بديلة لحين تطوير المكان. الحقيقة ده شيء محترم جدا. العشوائيات لما نيجي نتخيل مكان زي تل العقارب ده، بعد ما ينهد العشوائيات دي ويعاد مرة أخرى البناء، أكيد بلدنا هتبقى أجمل كتير. احنا معانا على الهاتف المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات. اهلا وسهلا يا باشمهندس. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم، اهلا بيك. امتى يا فندم تتحقق امنيه القاهره بدون عشوائيات؟ ان شاء الله بنهايه 2018، وفي بعض المشروعات تتبقى لمنتصف 2019 لانها بدات بتاخر في التنفيذ لمناطق لسه ادريت جديده. يعني احنا ان شاء الله على نهاية السنة دي او بداية السنة الجاية مش هيبقى عندنا عشوائيات نهائي؟ لا، عندنا في مشروع هيبقى متبقي لسه، مشروع بتاع الانتاج الحربي ده فيه 6800 وحدة. ده كان مشروع بدأ متأخر لان كان لسه مناطق في ادراج ليها لسه ما ادرجتش كلها. ايوه، فده كان ادراج جديد في مناطق جديدة، فنفذ لسه المشروع ده بادئ من حوالي 3 شهور وان شاء الله هيخلص معانا في منتصف 2019. التطوير ده ماشي بالتوازي ما بين محافظه القاهره وباقي المحافظات، تمام يا فندم؟ ان شاء الله احنا يعني كل المحافظات احنا كلنا ان شاء الله بنتفرج الثمن عشان 2018 تبقى باذن الله معظم مشروعات مصر متنفذه باذن الله. حضرتك بداتوا من التطوير من بورسعيد اظن؟ لا، احنا ما بداناش التطوير بورسعيد، بدانا في كل المحافظات، بس بورسعيد كنا بادئين شويه بدري في مشروعات زرزاره واحد. أيوة. واثنين كان من فتره قبل ما بدانا في 2014.
فعشان كده قلنا بورسعيد هتبقى خاليه، لان برضو بورسعيد محافظه تنسيقها الحضاري عاليه شويه، يعني معموله تنسيق حضاري مش عشوائياتها مش كتير، حتى في الاماكن الغير مخططه اقل محافظه في مساحه الافدنه من الغير مخطط هي بورسعيد 169 فدان فقط. طيب وبالنسبه لحزام العشوائيات اللي في القاهره يا فندم، ايه المخطط للقضاء عليه؟ ان شاء الله احنا عندنا المشروعات الكبيره بتاعت اللي بننفذها في القاهره زي مشروع الاسمرات بثلاث مراحل، المرحله الثالثه ان شاء الله باذن الله هتكون في شهر 10 خلصانه معانا. اللي هي ال 7440 وحده، ودي وحدها متكلفه في حدود 1.8 مليار جنيه ان شاء الله. مشروع ثاني كبير جاهز برضو للافتتاح، اللي هو مشروع بتاع محروسه واحد واثنين، المحروسه واحد 3300 وحده خلصانين خلاص، المحروسه اثنين في 1600 وحده ان شاء الله يكونوا برضو جاهزين في منتصف شهر 10، يعني عندنا في شهر 10 عندنا اتحاد قويه ان شاء الله. في البحر الاحمر عندنا مشروعات في الغردقه نفسها وفي القصير وفي راس غارب، دول برضو جاهزين للافتتاح حاليا دلوقتي. يعني عندنا حجم المشروعات ان شاء الله جاهزه للافتتاح، غير البورسعيد طبعا اللي هي الهجوج والاصلاح والجناين حظائر ابو عوف، يعني عندنا يعني في كذا محافظه عندنا مشروعات جاهزه للافتتاح قبل نهايه 2018 باذن الله. الحمد لله، بالتوفيق يا فندم. اشكرك مهندس خالد صديق. يا رب مصر بدون عشوائيات. هانت الطريق بدأ من فترة، مشينا فيه كتير، أعتقد اللي باقي فيه أقل بكتير جدا من اللي عدى. معانا خبر بقى من البرلمان النهاردة، قرينا عن مشروع أو مقترح قانون بيجهزه النائب عبد الرازق الزنط أمين سر مجلس القوى العاملة بمجلس النواب. بيقول ايه المشروع ده؟ بيطلب ان الموظف لما يخرج على المعاش يحصل على 80% من قيمة اخر مرتب له قبل الخروج. يعني ايه؟ يعني المرتب ممكن يكون اساسي وفي حوافز، في بدلات، في مبالغ اخرى فوق المرتب الاساسي. لما بيجي يطلع على المعاش مرتبه بينزل جدا، فهو عايز يقدم مشروع ان المعاش يكون دائما لا يقل عن 80% من المرتب قبل المعاش. احنا معانا سياده النائب على الهاتف، نعرف منه كده. مساء الخير يا سياده النائب. الو سياده النائب عبد الرازق. مساء الخير يا فندم. اهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا بيك. ازي حضرتك وتحياتي للساده المشاهدين. الله يخليك يا فندم. يا فندم، بالنسبة لمشروع القانون اللي حضرتك متقدم بيه، هل ده فعلا قابل للتنفيذ يا فندم؟ هو توضيح حضرتك نوضحه للسادة المشاهدين. اتفضل. هو طبعا كلنا في لجنة القوى العاملة او كنواب مع السادة اصحاب المعاشات. ايوه. لا ينكر احد ان اصحاب المعاشات بيعاني معاناة جديدة. طبعا. وبالذات اذا كان حضرتك بيتقاضى مرتب معين اثناء الخدمة وبمجرد خروجه للمعاش، وبالذات اصحاب الكوادر الخاصه. يعني في بعض الناس مرتبه 10,000 جنيه. ليس من المنطق والمعقول انه بعد ما يخرج ياخد معاش 1200 جنيه او 1600 جنيه. هو القانون ده للخاص وللحكومه ولا للحكومه فقط؟ هو هنبتدي حضرتك للحكومه، القطاع الحكومي، برضه توضيح للساده المشاهدين احنا المنوط بهم، القطاع الحكومي اللي يشمله القانون 81 لسنه 2016، وقطاع الاعمال والقطاع العام حضرتك. تمام. بالنسبه لنا احنا يعني بعض الناس بيعتقد انه اخواننا اللي بيخرجوا على المعاش اعبائهم بتقل، لا، انا من وجهه نظري الاعباء بتزيد حضرتك. تمام. لانه بيصل لمرحله. طب خلي حضرتك معايا سياده النائب، معايا على الناحيه الاخرى النائب محمد ابو حامد في لجنه تضامن. اهلا، مساء الخير سياده النائب، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. هل مشروع القانون ده يا فندم قابل للتنفيذ؟ طب بصي، خلينا بس نتفق على حاجه. البرلمان من اول ما انعقد جلساته وكانت مشكله اصحاب المعاشات والتفاوت الكبير ما بين المعاش اللي بيحصلوا عليه واخر مرتب اخذوه كان من الموضوعات الاساسيه اللي بيتم مناقشتها.
والرئيس لما اتكلم عن رعاية الفئات الأكثر احتياجا كان من ضمنهم أصحاب المعاشات. طبعا. وفعليا بالتنسيق ما بين البرلمان وما بين الحكومة وخاصة لجنة التضامن داخل البرلمان بحكم أنها لجنة مختصة، ابتدت الحكومة تشتغل على مشروع قانون تأمينات موحد يعالج مشاكل أصحاب التأمينات برفع الحد الأدنى للمبلغ اللي يتم التأمين عليه والحد الأقصى كمان، بوضع خطة لزيادات دورية بتتم تقريبا كل سنة، كل دور انعقاد البرلمان بيقر زيادة على أصحاب المعاشات من قدامى أصحاب المعاشات. والمفروض أنه قانون التأمينات الموحد ده خضع مرتين لدراسات اكتوارية، مرة قبل ما يتم تعويم الجنيه ومرة بعد ما تم تعويم الجنيه. فطبعا حضرتك عارفة أن قوانين التأمينات عشان تكون قابلة للتنفيذ سواء كان قانون شامل أو أي مقترح لازم تخضع للدراسة الاكتوارية دي، لأن الدراسة الاكتوارية بيبقى هدفها تحقيق المقترح لكن كمان في نفس الوقت الحفاظ على أموال. معرفة تكلفته ايه؟ معرفة تكلفته ايه كمان؟ ما هو يعني بيبقى التعديل، الدراسة بتحدد تكلفته، بتحدد قدرة الأموال الموجودة في صناديق التأمينات واستثمارها ان هي تمول اذا كان في زيادة مقترحة، اذا كان في تكلفة مقترحة الى اخر ذلك يعني. أيوة. ولا يمكن ابدا الموافقة على اي مقترح يخص اموال التأمينات الا بعد ما يمر بهذه الدراسة، ويمكن ده هو اللي خلى البرلمان واللجنة رغم ان احنا فينا هو على ظل الانعقاد الرابع، ورغم ان الكلام في الموضوع ده ابتدى من ظل الانعقاد الاول، الا ان البرلمان منتظر المقترح اللي هيجي من الحكومة مش عشان اي شيء غير انه هذا المقترح يشمل او خضع لدراسة اكتوارية لو كان هيبقى فيه تكلفة او مشابه لازم الدولة تكون ملتزمة، اذا كانت التكلفة دي مش هتيجي من صناديق التأمينات فلازم الدولة تبقى هتتحمل ده. ولذلك مثلا الزيادات اللي بتتم على اموال اصحاب او على المعاشات اصحاب المعاشات كل دور انعقاد، هذه الزيادات لا تمول من صناديق التأمينات أو صناديق أمور المعاشات، وإنما تمول من الموازنة العامة للدولة. ويمكن ده اللي بيمكننا إن إحنا بعد ما بندخل في تفاوض مع الحكومة بيتم بعد ما الحكومة تقول إنها ملتزمة بتوفير الأموال من الموازنة العامة. خليني كده بعد إذنك أرجع لسيادة النائب عبد الرازق. سيادة النائب، ما هو كده بمعنى كده إن إحنا لم نقم بالدراسة الاكتوارية المطلوبة عشان نعرف إذا كان قابل للتطبيق ولا لا. في توضيح أضيفه على ما وضحه الزميل الفاضل، هو لما عرضنا هذا الموضوع على وزارة التأمينات والمختصين في الوزارة ردوا علينا أنه لابد أن تكون هناك فترة انتقالية يتم فيها الدراسة والاستعداد وتعزيز البنود وتطوير الحساب الاكتواري، لانه المعلوم للجميع انه اي معاش لاي موظف بيقتطع جزء كقسط اثناء عمله او اثناء ادائه لوظيفته. ايوه. لابد ان تكون هناك زياده في هذا الخصم حضرتك. يعني هو خاضع للدراسه يا فندم. خاضع للدراسه، لكن حضرتك يعني جميع النواب مش لجنه التضامن او لجنه القوى العامله المنوط بهم هذا الموضوع، جميع النواب مهتمين بما يخص الساده اصحاب المعاشات. والحمد لله يمكن بفضل هذه الرغبة أو هذا الحرص الشديد من السادة النواب احنا عملنا رفعنا الحد الأدنى من 500 ل 750. أيوه. الحد الأدنى للزيادة غير دي حضرتك كان 125 جنيه، حد أقصى 626. فكل دي في رغبة ملحة للوقوف مع السادة أصحاب المعاشات، لأن احنا واضعين في اعتبارنا. أشكرك سيادة النائب عبد الرازق. أشكرك يا فندم. سيادة النائب محمد أبو حامد، أشكر حضرتك. أنا أعتقد أن الموضوع ده يعني مش بالسهولة دي ومحتاج دراسة، وخصوصا كمان لو زي ما أضاف أنها كبداية للحكومة وبعد كده في القطاع الخاص، فأعتقد لو تطرقنا للقطاع الخاص ده مبدئيا كده هيبقى شبه مستحيل. طيب تعال نروح بقى لحاجة مفرحة عشان نشوف أن الدنيا لسه بخير. تخيل كأنك تكون ماشي أو رايح أي مكان، لا بيك ولا عليك لقيت 870 ألف جنيه، تعمل إيه؟ اللي جاوب على السؤال ده
كان مسعف اسمه سعد أبو زيد وزميله سائق سيارة الإسعاف عصام فوزي اللي صورتهم معانا على الشاشة. كانوا رايحين ينقلوا مصابين في حادثة على طريق الدولي عند كفر الشيخ الساعة 3 الفجر ولقوا الشنطة دي وفيها المبلغ ده وأخدوا الشنطة وسلموها لاسم بلطيم ليتم تسليمها لأهالي المصابين. ودي حاجة إيجابية جدا لازم نقولها عشان الناس تعرف إن الدنيا بخير. أهو كان في ناس مصابين ومعاهم 870 ألف جنيه والأساتذة الأفاضل اللي أسعفوهم مش بس أسعفوهم للحياة لكن هم كمان عندهم قدر من الأخلاق والدين خلاهم يحافظوا على مالهم. نطلع فاصل ونرجع تاني. تعالوا حضراتكم نروح لأسوان، نروح مركز كومومبو. رغم ان احنا داخلين على المدارس كل سنة وحضراتكم طيبين، في مدرسة لا يوجد بها خدمات، يعني لا يوجد بها حتى حمامات. طبعا اللي ما فيهاش حمامات يبقى اكيد لا فيها ملاعب ولا فيها ادراج ولا فيها اي حاجة. ومدرسة بنات ثانوية، يعني ايه مدرسة ثانوي بنات حتى خالية من الحمامات. عموما برنامج أمنية مصرية سافر أسوان وسجل المأساة، وهي بالطبع مأساة لأن ما ينفعش الدولة تبقى بتحاول تعمل كل ده في التعليم وفي مجهودات على كل المستويات وفي نفس الوقت نشوف اللي هنشوفه دلوقتي في التقرير ده. ابقوا معنا. المشكلة المدرسة دي اتشطبت بقالها بتاع يمكن 5 شهور. ولا فيها مرافق ولا مية ولا نور ولا كراسي ولا تخت ولا معمل. والمدرسة هتخص بنات، لو ما اتفتحتش أول السنة معناها البنات هتروح حوالي أكتر من 7-8 كيلو مدرسة تانية في بعيدة عن المدن. فيها بعد ومواصلات وبتاع، ومن يأمن على بنته في الزمن ده تمشي 8 كيلو ولا مش عارف 9 كيلو. والمديرة ما رضيش تستلم المدرسة عشان مش جاهزة. ما فيهاش خدمات، وبعدين بناتها ما يروحونش حتة تانية، دي مخصصة ليهم ومعمولة ليهم، ده أخذوا لهم سنة في الإعداد. دي بس المدرسة على خسارة قبل المنظر ده، ولا مي ولا نور ولا مراوح ولا تخل. صرحة ومعمول وخلاص ومكفوف. لك مدرستنا في البلد مش كاملة، مش هنودي المدارس. المدارس خلاص قربت تفتح، مش هنوديه ومش عايزين مدارس. احنا عايزين حد يلحق يفتح لنا المدرسة ويجيب مرافقها يديها تسيير اسبوع نقدر نفتح فيها المدرسة دي تتفتح. شوف اللي ناقص فيها ايه، شوف التكسير عند مين. عاوزين المدرسة البنات الفنية الثانوي، عاوزين ليها مرافق ونور وتخات. هي أسوان دي ما فيهاش أعضاء مجلس الشعب ولا إيه؟ أنا مش عارفة، إحنا صفحتنا كلها مشاكل من أسوان، ما فيش عضو مجلس الشعب فكر يروح يشوف إيه الموضوع ده؟ على العموم معانا أحمد بشير من أسوان. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. إيه أنتوا ما فكرتوش تكلموا حد من أعضاء مجلس الشعب علشان يوصل صوتكم؟ يا فندم المدرسة دي موجودة ومبنية، هي جاهزة، بس المشكلة ان ما فيهاش اي مرافق، لا فيها كهرباء ولا فيها مية. طب بلغتم عضو مجلس الشعب؟ المدرسة على الشارع، احنا مستنين كل يوم يقولوا لنا ان المحافظ جاي او مدير الادارة جاي على اساس ان احنا حد يتكلم او يشوف لنا، والمدارس فاضل عليها اسبوع، والمشكلة ان هي مدرسة بنات،
المشكلة هي مدرسة بنات وبتخدم أكثر من 6 قرى، أكثر من 20,000 نسمة، وما فيش غيرها. يا إما تبقى مدارس بعد الظهر فترة تانية، والجو طبعا صيف والبنات ما تنفعش بعد الظهر. فين نواب البرلمان يعني يا أستاذ أحمد يا أستاذ أحمد فين نواب البرلمان اللي أنتم تابعين له؟ ما حدش شافها، ما هي موجودة، ما حدش طلع ولا شافها، ما حدش جه. مدير الإدارة امبارح المراسل لما جه عشان يصور أو يدخلنا المدرسة يشوف المشكلة نعرضها، اتجمروا الإدارة التعليمية ورفضوا يدخلوا أي حد يصور المدرسة، صورناها من بره. طب قلنا له بقى في كارثه في المدرسه، اذا كانتوا مانعين التصوير او مانعين تتكلموا معانا قولوا لنا ايه اللي فيها مستخبى عشان نعرفه نعرضه. فاحنا بس عايزين نبلغ وزير التعليم يبص، ده فاضل اسبوع على الدراسه والمدرسه ما فيهاش درج جوه، ما فيهاش كرسي، ما فيهاش كهرباء، ما فيهاش ميه وغير الورش. اشكرك يا استاذ احمد، اشكرك. ماساه كالمعتاد، ماساه. فين الإدارة التعليمية؟ وللمرة الرابعة فين نواب البرلمان؟ نرجع تاني من أسوان على اسكندرية. معانا على التليفون اللواء أحمد حجازي رئيس إدارة مركزية للسياحة والمصايف، علشان نفهم منه إيه حقيقة القدر العازل ده. أهلا وسهلا يا فندم. أنا ست اللواء، زي حضرتك عاملة يا فندم؟ الحمد لله. إيه يا فندم الصور المنتشرة على السوشيال ميديا دي كلها؟ الناس مش هتشوف البحر ولا إيه؟ لا، المشروع بتاع ست جابر اللي هو كان نادي ضباط القوات المسلحة، واتاخد اتعمل مشروع سياحي للمنطقة دي كلها، اتفتح أول افتتاح فيها 20 محل في اليمين. حضرتك وفر كام فرصة عمل؟ النظرة دي اللي متاخدة، الصورة دي متاخدة من تحت الكوبري، وتعمل الكوبري بتاع سيدي جابر عشان طول ما انت ماشي على الكوبري شايف الميه. الصوره دي بتاخدت تحت الكوبري، كانت قبل كده محجوبه الرؤيه من اول نادي المعلمين حتى نهايه نادي الضباط. هو النهارده بعد الكوبري بتاع سيدي جابر اللي اتعمل، معلش ممكن تشرح لي، ممكن تشرح لي اكتر السور ده اهميته ايه؟ السور ده مش سور يا هانم، ده مبنى، ده مبنى، مبنى جوه 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 نادي اتواخد من ضباط القوات المسلحه، وتعمل فيه مشروع سياحي قوي جدا. الناحيه الثانيه في فندق قوي جدا برضو، بيزيد غرف الفندقيه في اسكندريه، لان عندنا غرف فندقيه في اسكندريه شويه. المشروع ده شغال بقاله اكتر من 3 سنين. يعني الناس فاهمه غلط، الناس فاهمه ان ده سور. لا يا فندم، منظور الصوره اللي غلط، منظور الصوره اللي غلط، منظور يعني الموضوع ده ملوش اساس من الصحه اساسا يعني. لا طبعا، منظور الكوبري، منظور الصوره من تحت الكوبري. الكوبري اتعمل حضرتك لو تفتكري لما كانت اسكندريه بيتعمل فيها كوبري برضه الناس كانت رابطه وكانت متضايقه. بعد ما خلص الكوبري والحركه المروريه زادت، بقوا يتصوروا عنده ويروحوا العرايس يتصوروا عنده. طيب النهارده دلوقتي حضرتك ومعمول مكان لقعده الناس، ومعمول مكان يليق باسكندريه. استنى لما المشروع يخلص. اشكرك يا سياده اللواء، شكرا يا فندم، شكرا. السوشيال ميديا وأخبارها المش حقيقية إلى متى لا أعلم. نطلع فاصل وأرجع لحضرتكم مرة تانية. ورجعنا لحضرتكم تاني عشان نبدأ أول فقراتنا النهاردة، ومشرفنا اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخليه الاسبق. اهلا بيك استاذ. اهلا بيك يا هاني، ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم، اهلا بحضرتك اكتر والله. ابدا منين؟ ابدا من احجام القضاء ولا ابدا من تنفيذ قانون 22 سنه 2018؟ تحب نبدا اللي منين؟ اللي يعني هما الاثنين حاليا هما مسار الجدل. لو مسار الحوار ما بين جماعة الإرهابية والصراصير بتاعتها اللي هي موجودة على الميديا، واللي بأيدوهم في المخابرات في الخارج أو بالجمعيات الحقوقية زي حضرتك ما قلت في المقدمة أو كده، يعني دول الاثنين مصارين. القانون 22 اتطبق على جماعة الإخوان الإرهابية وصدرت ممتلكاتهم، ويدوب يدوب توفي جزء من حقوق المصريين اللي راحت في من سنة 11 لغاية قريب خالص. يعني
واما بالنسبه لاحكام القضاء فدي مهزله، والخارجيه ردت انما يعني رد دبلوماسي قوي، انما عايزين رد زي ما قالت هيلاري كلينتون لما حد اتكلم وقال ان احنا هنكلم امريكا عشان يفرجوا على عمر عبد الرحمن. أيوة. فقالت له اخرس، ده محكوم عليه بحكم قضائي امريكي، فيعني القضاء عندهم اخرس، وعندنا يبقى لمجال التدخل. عندهم القضاء ممنوع التدخل فيه، القوات المسلحة ممنوع حد يجيب سيرتها. طب حضرتك ايه السبب في كده، وليه احنا مش بنرد بنفس القسوة؟ اللي احنا بنرد دبلوماسيا لان ظروفنا حاليا، يعني طبعا العملية اللي حصلت بعد 30/6 سنة 13 والبلد كانت مهلهلة، والرئيس بذل جهد جهيد علشان يلم العملية والشرطة ترجع لوضعها الطبيعي، القوات المسلحة تلملم شتاتها وتعيد تسليحها بالتسليح القوي المناسب لهذه الظروف، القضاء شامخ وبيدي أحكامه. أنما للأسف الشديد احنا عندنا مجموعة صراصير في الداخل ومجموعة صراصير في الخارج، هي دي اللي يعني مخليانا، يعني لو احنا الداخل كله وايد واحدة عصب واحد، لكن للأسف لا، لو الخارج زي ما هو عايز نقدر نواجهه، نقدر نواجهه ونواجهه، بس انما نحارب في صراصير الداخل وصراصير الخارج مع أجهزة المخابرات مع اللي بيحصل بره، لازم احنا نبقى دبلوماسيين في ردودنا. واللي احنا عايزينه نعمله، اولا مصر دلوقتي خلاص انطلقت وبقت على الطريق، والكل واضح والكل شايف ان احنا دلوقتي اقوياء جدا الحمد لله، وبقينا على الطريق، عندنا جيش قوي، عندنا شرطة تماسكت وعادت الى ما قبل 25 يناير، أجهزة جمع المعلومات أو أجهزة المعلومات اللي موجودة اللي هي المخابرات العامة والمخابرات الحربية والأمن الوطني على أقوى ما يكون، عندنا جهاز رقابي لمكافحة الفساد أو جهازين، الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة جهازين بيشتغلوا في منتهى القوة والقسوة على الفاسدين، القضاء محدش قدر يبصله ولم يتمكنهم، انما للاسف الشديد دول صوتهم عالي لان معاهم فلوس. احنا دلوقتي ابتدينا ناخد الفلوس دي باحكام قضائيه وبنطبق القانون، ده القانون 22 اللي اتعمل في شهر ابريل اللي فات، وده اول تطبيق له اللي هو طبق امبارح. بالنسبة لأحكام القضاء، ده أحكام قضاء اللي هو يعني القاضي هيطبطب على ناس كانت قاعدة في رابعة بتخرب وبتعمل اللي كانت بتعمله وقتلت اللي قتلوه، ده قتلين أكتر من 80 واحد. معلش أنا بستأذن حضرتك، إحنا بس معانا من جنيف الأستاذ سعيد عبد الحافظ مدير ملتقى الحوار للتنمية. سعيد راجل محترم. مساء الخير أستاذ سعيد، زي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك، ازي حضرتك؟ انا معلوماتي ان في وفد مصري في جنيف دوره تصحيح الكلام المغلوط عن مصر، وضح لنا لو سمحت الموقف. يعني لاول مره في مشاركات المجلس الدولي للحقوق الانسان يكون في وفد كبير عددا وكيفا كمان، لان عندنا قامات كبيره قوي مشاركه في الدوره 39، وفي حضور مصري واضح وملموس، وعندنا فعاليات متعدده تقريبا على مدار 15 يوم، كل يوم في فعاليه، اما سايد ايفنت او وقفه او معرض صور او حوارات جانبيه او لقاءات مع ممثلي البعثات الرسميه او المقررين الخواص. والنهارده كنا في الاتحاد البرلماني الدولي مع السفير مختار عمر. ففي الحقيقه يعني عندنا انشطه متعدده، وبقى لنا 3 ايام ومكملين كمان لغايه اخر الشهر ان شاء الله. هل هو حوار تصحيح الصور المغلوطه اللي بيروجها الاعلام المضاد لينا؟ مش الاعلام ده حضرتك، احنا تجاوزنا الاعلام دلوقتي، بقى في دول كمان بتقدم صور مغلوطه عن مصر. احنا عندنا قطر ما شاء الله عليها، يعني
لا هم لها الا مصر والدول الاربعه اللي انقطعها. في كمان تحركات مشبوهه لقطر وحلفائها من المنظمات الدوليه وبعض المنظمات اللي انشاتها قطر منظمات وهميه بتهاجمنا من قبل ما نوصل حتى جنيف، ومقدمين طبعا صور مغلوطه ومكذوبه وتدليس، وبيحاولوا ينفذوا الى كبار الموظفين داخل الامم المتحده ولقاءات مع ممثلي البعثات. واحنا كل اللي احنا بنعمله احنا بنقدم الصوره الحقيقيه دون تجميل ودون كذب، يعني هذا ما يحدث في مصر دون تجميل. هل حد يا استاذ سعيد سال سيادتكم هناك عن احكام الاعدام اللي صدرت في مصر؟ يعني في اللقاءات الثلاثه اللي فاتت كانت لقاءات متنوعه، يعني قابلنا حد مقرر خاص بالتمييز ضد المراه، قابلنا حد متخصص في الاختفاء القسري، التحدي البرلماني الدولي النهارده، لكن في اللقاءات اللي جايه طبعا المقررين طبيعه عملهم هيسالونا عن ده، بس طبعا يعني دي حاجات احنا بنقدم الصوره الحقيقيه، بنقول ايه عقوبه الاعدام في قانون العقوبات، ايه هي الضمانات، ان مصر مش موقعه البروتوكول الاختيار اللي بيلزمها بتطبيق عقوبه الاعدام، والضمانات اللي موجوده في قانون العقوبات لتنفيذ هذه العقوبه، والجرائم اللي هي العقوبات اللي بتتضمنها عقوبه الاعدام، وعقوبه الاعدام وعلاقتها بالشريعه الاسلاميه، ويعني في ردود قانونيه ومنطقيه يفهمها الغرب. لكن حضرتك ايه الجديد اللي بتقوله قطر ضد مصر؟ ايه الجديد اللي بيقوله الاعلام القطري ضد مصر؟ كل ما تتخيليه، يعني قطر تقدم صوره عن مصر ان فيها كل حاجه، فيعني بدءا من تمييز، بدءا من اختفاء قاسم، كل كلام اي كلام خارج يسيء الى مصر كدوله وكشعب وكحكومه قطر لا تتوانى هي ومنظماتها في تقديمه باعتباره حقائق. احنا بنقدم الصوره الحقيقيه وبنسيب المقارنه للي احنا بنقابلهم، لان هم فعلا بيقولوا احنا ما بنسمعش الكلام ده من حد، يعني هم ما بيسمعوش الا لما حد بيقابلهم. احنا كنا مقصرين في ان احنا نقابلهم، لكن دلوقتي الحمد لله انتبهنا، منذ ثلاث او اربع دورات سابقه بقينا موجودين وبنرد ردود منطقيه وعقلانيه ومهنيه كمان، وده الاهم. الحمد لله، اشكرك يا فندم استاذ سعيد عبد الحافظ من مرتقى الحوالي التنميه والانسان، الف شكر لحضرتك. شوفي، هو مشكلتنا في جنيف ان احنا بنروح ندافع. ايوه، المفروض ان احنا نروح نهاجم، يعني احنا بنروح ندافع عن نفسنا، احنا ما احناش متهمين عشان ندافع عن نفسنا. بس ما بيوجه لي الاتهامات يا فندم. ليه بيوجه لي الاتهام؟ لان انا بستنى لغايه ما اروح واروح علشان ادافع عن الكلام اللي بيتقال عليا. أيوة. لا، ده انا اروح اقول طب قطر اللي بتقول الكلام ده فين هي حقوق الانسان عندها؟ تركيا اللي بتقول هذا الكلام على مصر فين حقوق الانسان عندها؟ انا لازم اخش له في عمق عنده علشان اخليه يتلهي في اللي عنده وما يتكلمش عن غيره. يعني انا بدل ما اروح وأقول لهم لا والله أنا عندي في حقوق إنسان، هل هو ده الأفضل ولا توضيح الصورة الحقيقية؟ ما أنا بعمل الاثنين، أهاجمه وأوضح. يعني لكن يجب التوضيح. لا، أنا أوضح بس أهاجمه هو الأول، يعني ما دافعش. يعني إحنا لغاية دلوقتي كل المشاوير اللي بتتعمل سواء في جنيف أو في نيويورك بنعمل إن إحنا بندافع، بنقول لا والله احنا عندنا كذا وهم بيعملوا كذا وبيسووا كذا. لا، انا عايز اقول فين حقوق الانسان في قطر، فين المنظمات الحقوقيه في قطر، فين حقوق الانسان في تركيا، فين حقوق الانسان في ايران، فين حقوق الانسان في امريكا، فين ما انا اخد السحل والضرب واللي بيحصل للمتظاهرين في امريكا واعرضها واقول ادي اللي بيحصل. انما احنا بنروح ندافع عن نفسنا كاننا متهمين، احنا لسنا بمتهمين، احنا اصحاب حق. واحنا دلوقتي ما عندنا جماعه ارهابيه موجوده معانا بقالها 80 سنه، هذه الجماعه الارهابيه عاشت وتربت وترعرعت في حضن الاستعمار البريطاني، وعاشت وترعرعت ايضا في حضن الولايات المتحده الامريكيه من سنه 53 الى يومنا هذا. يبقى هذه العصابة الإرهابية والمرتبطين بها والجمعيات الحقوقية الدكاكين اللي هي موجودة هنا دي كلها بتمول من الخارج، فلازم يعمل لصالح اللي بموله واللي بيديله. ولما نبص نلاقي دكان من الدكاكين عنده ملايين الدولارات
واللي بنى فيلل واللي ركب مرسيدس وهو كان مثلا محامي بيقول عشان عليك يا رب اصبح راكب مرسيدس ومراته راكبه مرسيدس وعاملين جمعيتين والتاني عامل مش عارف ايه وجمال عيد عامل ايه ووضع باسم بنته في البنوك مبالغ. كل ده نتيجه مين؟ نتيجه ان احنا سيبنا دول في فتره من الفترات بمقوله والله العيال هم بيضحكوا على الامريكان وبياخدوا فلوسهم. لا، دول بياخدوا فلوسهم وبنفذوا لهم طلباتهم. العيال دول اللي هم شويه الصيع اللي عاملين جمعيات حقوقيه وشويه الصيع اللي ما لهمش وظيفه واسمه ناشط سياسي، ما فيش ناشط سياسي دي الا في مصر. يعني ما شفتش حد بيكتب عنه ناشط سياسي في اي حته في العالم الا في مصر. ايه ده؟ ليه؟ ليه ده بيحصل عندنا؟ ما هو ده نتيجه التسيب وترك الحبل على الغارب لشويه الصراصير دي تنطلق في وسط المجتمع المصري وتاخد من امريكان عن طريق الوقفيه الامريكيه او الحزب الجمهوري او الحزب الديمقراطي. كل واحد عامل منظمه وكان شغاله في مصر، المانيا كانت عامله منظمتين بيشتغلوا في مصر. كل ده بيشتغل لمين؟ بيشتغل على اساس انه ياخد معلومات ودول يشتغلوا لحسابه، اعمل كذا هات لنا معلومات عن كذا ولمنا كذا. الله، هو اسمه ايه اللي عايش في عامل منظمه وعامل نقل مقرها في تونس وفرنسا؟ ايوه، ده مصري اللي قاعد بيهاجمنا من بره؟ ما يبقاش مصري. اللي عايز يجي يتكلم معانا هنا ويقول والله انا مش عاجبني كذا نقول له نعمل ايه ونحط كذا وبنود، انما زي اللي قاعدين في اسطنبول ويعملوا نفس الحكايه. يعني ايه ده؟ أيوة ايه طبعا. ده ايوه طبعا. طيب حضرتك شايف ان ملتقى مثلا الحوار للتنميه وحقوق الانسان والحوار مع الاخر هل بيجيب نتيجه فعلا؟ الحوار انا رايح لواحد اساسا قابض وبيتهمني. جميع المنظمات اللي موجوده، وانا بقول جميع بلا استثناء، من اول رعد ابن الحسين الاولاني واللي جت مسكت مكانه دلوقتي قابضين، بياخدوا فلوس من قطر وبياخدوا من تركيا وبياخدوا من اجهزه المخابرات اللي وراهم. أيوة. على اساس ان مين هم دلوقتي؟ الدوله اللي طالعه وطالعه بشده وبقوه هي مصر. مصر هم عايزين مصر كده، لا هي ميته ولا هي كويسه واقفه، فهم عايزيننا دايما كده. احنا دلوقتي بنتعدل، يعني ظهرنا بيتفرد دلوقتي وهنبقى 10 على 10 في سنه 2020. والرئيس قال هذا الكلام، قال لهم انتظروا مصر 2020 هتشوفوا مصر شكلها ايه، هتشوفوا مصر بقت شكلها ايه. كيف ترى مصر في 2020 يا فندم؟ والله انا متفائل. كيف ترى الوضع السياسي؟ السياسي هيبقى في برلمان جديد، هيبقى في احزاب على غير ال 106 حزب دول الدكاكين اللي كل واحد عامل لي علشان يقولوا ان هو رئيس حزب جايب له 5 6 وعامل حزب. دلوقتي لما بقى العدد 5000 الاخ حمدين مش عارف يعمل التيار الشعبي بتاعه، التيار الشعبي تحت التأسيس من سنه 15 لغايه دلوقتي. ليه؟ لانه مش قادر يجمع ال 5000، لان انما زمان كان ايه 50 عضو، 25 فئات و25 عمال وفلاحين. 25 الفئات يبقى هو ومراته واولاده واخواته وجيرانه والبهوات اللي ساكنين معاه في الكومباوند، وال25 العمال والفلاحين السواقين والبوابين واللي بيشتغلوا عندهم. كل الاحزاب كانت كده. طب حضرتك شايف ان كده ستعود الحياه الحزبيه المصريه مره اخرى؟ هتعود الحياه الحزبيه مره اخرى باذن الله تعالى في 2020 في التشكيلات الجديده لمجلس النواب وللمجالس المحليه اللي هتتعمل بعد كده. لان دلوقتي اللي احنا دلوقتي في مرحله انتقاليه بنص الدستور. الدستور قال المجلس ده مجلس انتقالي مكون بتركيبة معينة من الفئات الثمانية دول،
وان المجلس القادم بيتعمل له قانون. بعض من النواب اللي هم عارف انه ما يقدرش يجي على 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 ركبه جمله زي ما بيقولوا، يعني ما يقدرش يجي في منافسه حره، عايز انتخابات يبقى فيها القوائم بنسبه كبيره على اساس ان هم الفشله دول يستخبوا في وسط هذه القوائم وينجحوا. انا قعدت مع ناس كتير وقال لك طب ما الناس هتقاطع القوائم اللي هم فيها ويضروا هذه القوائم. طب الناس الفشله دول اللي هم ايه يعني، واحد يطلع يقول الحياه الحزبيه لن تستقيم الا بالقوائم. طب يا بيه يا اللي في حزب كبير وكنت وحزبك ده كان موجود قبل الثوره، كان موجود قبل ثوره يوليو 52، جاي تقول لي دلوقتي الحياه الحزبيه لن تستقيم الا بقوائم؟ طيب ما كانت قبل 52 كان الحزب يعني حزب الوفد كان بيقول لو رشح الوفد حجرا لانتخبناه، وكانتش فيها قوائم ولا حاجه، كانت دوائر عاديه ومرشح واحد لكل مركز. حياتك شايف ان ده افضل من القوائم؟ طبعا. ليه؟ لان ده اختيار جماهيري. انما انا دلوقتي لما تعملي لي قائمه على محافظه او قائمه على ثلاث محافظات او قائمه على سبع ثمان محافظات زي القوائم الكبيره اللي في دول العالم متابعه نظام القائمه؟ لا، مفيش. لازم يبقى فيه اختيار للناس. الحزب بيرشح يقول لك مرشحي في الدائره الفلانيه فلان ومرشحي في الدائره الفلانيه فلان، دي بقى الاحزاب القويه. انما الاحزاب اللي عايزه تستخبى والمؤسسي هذه الاحزاب او اللي قائمين على شان هذه الاحزاب لا قيمه لهم في الشارع وليس لهم ارضيه في الشارع، بيدوروا على نظام القوائم. ونظام القوائم اتعمل عندنا ثلاث مرات وفشل، والمحكمه الدستوريه في اتنين منهم قالت عدم دستورية هذا النظام الانتخابي. ليه؟ لأن عدد الناس اللي منتمية للأحزاب قد إيه؟ 2 مليون 3 مليون، الناخبين 50 مليون. يبقى المفروض أن الناخبين أصحاب الصوت الأعلى والعدد الأكثر هم اللي يبقوا ممثلين، انما كل واحد فاشل او كل واحد عايز يخطف عضويه البرلمان لتحقيق اهداف شخصيه له او مقارب شخصيه له. يعني حاليا في نواب حاليا في المجلس ده، رغم ان يعني ما بذل فيه من جهد، في نواب شغالين سمسره، وفي نواب في احد النواب قال يعني ان ما كونتش ثروه خلال المجلس ده مش هكونها تاني. هم دول يومين الثروه. والله قال كده، ان ما كوناش ثروه اليومين دول مش هنكون ثروه تاني. وشغال هو وابن عمه بسم الله ما شاء الله بقطعوا جيوب الناس. ادي نوعيه. انما الـ 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 الانتخابات ان شاء الله باذن الله تعالى، طبعا الـ 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 الرؤيه لم تتضح بعد، انما اللي هم بقى صوتهم عالي اللي هم ايه اللي له علاقات او اللي عمال يعيط ويقول لك والنبي خلونا في نظام القوائم لان احنا مش قادرين نروح للناس، وقسما بالله لو اتعملت انتخابات فرديه المره الجايه المجلس ده اللي هو فيه 596 واحد بقى 94 ما هينجح منهم 20. ما هينجح في المجلس اللي جاي 20. ليه؟ لانهم ما عملوش حاجه. حضرتك وجهه نظرك كده. مش وجهه نظري، ده وجهه نظر الشارع. يعني ده النتيجه اللي حضرتك بتقولها. وجهه نظر الشارع. ليه؟ زي حضرتك ما بتقولي فين النواب بالنسبه للمدرسه؟ بنات معموله في محافظه وما حدش راح ولا. طيب اولا دي مسؤوليه مين قبل وزير التعليم؟ اسوان دي حضرتك دي سابع مشكله لاسوان في شهر احنا. تمام. ليه وبقول إن يعني انه دي مسؤوليه مين؟ هيئه الابنيه التعليميه هي المفروض تعمل المدرسه وتفرشها وتوضبها وتعملها وتسلمها لوكيل وزاره التربيه والتعليم في الوقت المناسب. يعني لو في ناس بتهتم او اعضاء مهتمين بهذه القصه في تلك المحافظه ك
كانوا زمان. هل تتوقع الانتخابات الجايه هتكون بقوائم نسبيه ولا انتخابات فرديه؟ والله هو ده هم عايزين ايه؟ ده هم عايزين قوائم مطلقه. يعني ايه مطلقه؟ يعني القايمه تنجح كلها يتسقط كلها. يتسقط كلها. هم النواب اللي عمالين يجروا دلوقتي كده يمين وشمال وملاقيين كام واحد من رؤساء اللجان في المجلس اللي هم يعني ايه على نفس الشاكله كده، يعني مش عايزين العمليه تمشي، فعايزين القوائم المطلقه. ليه؟ يا القايمه تنجح كلها يا تسقط كلها. وبقى ايه ان هم هيبقوا يعني عاملين قايمه او اتنين ويقول لك بقى دي الدوله بتدعمها اشاعات بقى اللي بيقر نظام الانتخاب القادم مش مجلس مش من البرلمان. هو مجلس. طب ما هو بس لازم بالظبط القانون يجي له من الحكومه. ايوه يعني الحكومه لازم هي تعد القانون والمجلس وتوديه للمجلس، المجلس يناقشه والمجلس هيناقشه من المصلحه العامه مع مصلحه النواب. يعني النواب اللي موجودين هيدوروا على مصلحتهم مع المصلحة العامة لما العين الحمراء تبان. لا انتوا بتدوروا على مصلحتكم الشخصية مش بتدوروا على المصلحة العامة. ده هيبقى الفرق. هنا هيبقى الفرق. آخر سؤال لحضرتك. كيف نحفز الشباب على المشاركة في الحياة السياسية والحزبية مرة أخرى؟ شوفي الشباب حاليا في الفترة اللي احنا فيها دي على القهاوي وعلى السوشيال ميديا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة سياسيين على زي ما تقولي لكن بلا خلفية، يعني ما عندهمش الخلفية. ودي مفروض ومجهود اللي لازم يبذله الإعلام المصري، إعلام اللي زي حضرتك اللي يطلع يقول للناس المشروع ده فايدته ايه، الغلا ده سببه ايه، ان احنا ماشيين رايحين فين. فيبقى انا سياسي عندي خلفيه وعندي معلومه وعندي كده. ولذلك بنقول الاعلام عليه الدور الكبير جدا. انما تبصي على الكافيهات وعلى القهاوي وعلى الكده الشيشه شغاله وعمالين يتكلموا وكلهم بقى يعني سياسيين ما لا يشق لهم غبار وهم مش عارفين حاجه. خبراء سياسيين ولا سياسيين للاسف. انما المطلوب ان احنا نوعي الناس بالجريمة اللي بترتكب من جماعة الإخوان الإرهابية ضد مصر حاليا، إن هي اللي مقومة علينا حقوق الإنسان في جنين. كيف تتم التوعية من وجهة نظر حضرتك؟ يعني حياتك اديني خريطة الطريق للتوعية. ما أنا بقول خريطة طريق إن من خلال أو وسائل الإعلام المختلفة اللي الناس اللي معروفين إن هم ما عليهمش حاجة، يعني إيه في إعلاميين كده لهم مصداقية لدى الناس والناس بتصدقهم، لازم دول يطلعوا يتكلموا. في اعلاميين بيخاف يتطرق للحاجات دي لا يقولوا عليه مطبلاتي او يتقال عليه ان هو بتاع الحكومه. لا يا ابني انت بتاع مصر. بالظبط. يعني انا لما اكون واثق من نفسي وواثق من المعلومه اللي موجوده عندي وواثق ان انا بقول ايه يبقى انا هطلع واقول للناس. وهؤلاء الاعلاميين للاسف عددهم مش كتير، انما دول لهم مصداقيه ولهم جمهور بيتفرج عليهم. لازم دول اللي كل يوم في الخمس ايام اللي هو بيطلعهم او ست ايام اللي هو بيطلعهم في الاسبوع يتكلم ويتكلم بجراءه ويقول ايه اسباب الغلاء اللي بتحصل ليها سبب، ايه اسباب المشاريع اللي بتتعمل دي. المشاريع دي مش بتتعمل كده فانتازية. أيوة. المشاريع دي لها اهداف تحققها للتنمية. اللي أسباب السياحة فين؟ إحنا في إيه اللي بيحصل؟ الحصار الاقتصادي اللي مضروب علينا ما حدش بيتكلم فيه إطلاقا، ما حدش بيتكلم فيه ولا بيفتحه كأنه جريمة رغم إن إحنا محاصرين اقتصاديا. ما أعرفش ليه ما حدش بيتكلم. حياتك تقصد بإيه الحصار الاقتصادي؟ الحصار الاقتصادي إن أنت عندك دلوقتي كل حاجة عندك ما بتجيش إلا بالسعر العالمي،
او ما تجيلكيش بالتسهيلات اللي كنت بتاخديها لما يمنع السياح انهم يجولك او يحجم عنك البتاع. انت دنفست لصندوق النقد الدولي رغم انف الجميع لانك انت ماشيه على الطريق الصح. حياتك شايف ان ده مخطط ضد مصر؟ يقينا يقينا يقينا، مش عايزه نقاش. مصر بتحارب من 30/6 سنة 13 إلى يومنا هذا، بتحارب من 7 أجهزة مخابرات، بتحارب من 7 دول، بتحارب من جماعة الإخوان الإرهابية، بتحارب من دكاكين حقوق الإنسان اللي موجودة عندنا، بتحارب من النشطاء الممولين من قطر ومن تركيا، بتحارب من كل هؤلاء اللي بيظهرونا كأننا يعني إيه اللي بيعملوا عملية الإحباط والحاجات اللي بتفرح اللي بتتم. يعني ما حدش بيتكلم إن دلوقتي النور ما عادش بيتقطع، أو إن الكهرباء بقت موجودة، أو المية بقت متوفرة، أو إن مش عارف إيه ده سد النهضة لما رئيس وزرائه طلع وقال إن السد مش هيتم لأن فيه عيوب وفيه وفيه وفيه، قالوا ده إحنا اللي بنقول الكلام ده. ليه دي بلد بلد لازم كلنا نقف جنبها. طبعا لازم كلنا طبعًا. اي واحد عنده ذره وطنيه. طب هل حضرتك الترويج ضد مصر في الخارج هل ده ممكن ياثر على علاقتنا مثلا بصندوق النقد الدولي؟ لا بيحاولوا طبعا. هل ده ممكن يؤثر فعلا بالفعل؟ صندوق النقد الدولي في مصريين بيشتغلوا في صندوق النقد الدولي. وصندوق النقد الدولي عنده نتائج كمان للتحسن الاقتصاد المصري يعني. طبعا وليه واحنا عمالين نرتفع دلوقتي بعد ما كنا بي ماينس دلوقتي بنرتفع بالفعل يعني بنرتفع يعني ممكن ينجحوا في هذا؟ لا مش هينجحوا طالما ان احنا صاحيين، واحنا الحمد لله عندنا جهاز صاحي، عندنا وزارة خارجية صحية، عندنا الإدارة واخدة بالها من اللي بيجرى وبتقاومه. أنما الدعاية والسوشيال ميديا والإذاعات الخارجية والتلفزيونات الخارجية للأسف الشديد احنا بنحب نصدق الكذاب. المواطن العادي بيحب يصدق الكذاب، ما بيصدقش أو ما بياخدش كلام اللي بيقول له الحقيقة على انها حقيقة لانه تعود على الكذب، تعود على انه يسمع الكذب على انه حقيقة او يعيش الوهم. يعني زي مثلا لما تيجي في وقت الانتخابات يطلع واحد يقول هعمل لكم مستشفى ب57 مليون، طب منين يا عم؟ هعمل طريق مش عارف هرصف ايه وعندي 3 مصانع في فرنسا هشغلكم فيها، منين يا عم؟ كلام وخلاص. كلام. انما للاسف في ناس بتحب تصدق الكذب ده او بتعيش على هذا الامل او العظمه متقدمه له فبيمسك فيها. هل حضرتك شايف ان التعليم عندنا مقصر في حق التوعيه للشباب؟ يعني الشباب اللي بينقاد لاتجاهات خاطئه دي شوفي، طالما ودي خطه كانت مخططه انك انت لغيتي التاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية من التعليم وعملتي تعليم أمريكي وتعليم فرنسي وتعليم مش عارف دبلومة إيه ودبلومة إيه. أنا متعلم في مدرسة أجنبية أيوة. من ابتدائي لغاية الثانوية العامة، بس كنت بدرس إيه؟ بدرس تاريخ وجغرافيا وعربي وتربية قومية وكل ده والنظام المصري مطبق ما عدا الفيزياء والطبيعة والكيمياء، دول بدرسهم باللغة اللي بتاعت والماس اللي هي بلغة البلد اللي هي عاملة المدرسة، وكانت مدارس إرساليات. إنما دلوقتي بقت مدارس بتهدف إلى الربح، رغم أن أنا كنت نائب في البرلمان في ذلك الوقت وهذا القانون بيناقش قانون المدارس، وقال ان المدارس اللي لا تهدف الى الربح تعفى من الضرائب والكلام ده. قلت يا دكتور فتحي ما فيش واحد بيعمل مدرسه ولا يهدف الى الربح، قلت له كده. بس كان في بقى مجموعه من اصحاب المدارس قاعدين وقالوا لا ازاي وبتاع والكلام ده، ومشيت المدارس. بكل المدارس بتهدف الى الربح، حتى مدارس الارساليات
اللي هي فعلا كانت ما بتهدفش الى الربح بدأت او الجمعيات، مدارس الجمعيات الخاصه اللي هي زي الجمعيه الخيريه المصريه، زي كده، زي جمعيه السيده فاطمه، كل هذه الجمعيات اصبحت برضو بتهدف الى الربح. يعني كله دلوقتي بيدور على انه يحط ايده في جيب التاني. انما لا، عايزين نرجع التعليم، ما فيش حاجه اسمه كل نعمل تعليم نظام كذا ونظام كذا. التعليم ده امن قومي. ايوه، يبقى نظام تعليمي واحد يدرس بالعربي في المدارس اللي هي عايزه تدرس بالعربي، يدرس بالانجليزي في المدارس اللي عايزه تاخد انجليزي، في بالفرنساوي في المدارس اللي هي عايزه تدرس بالفرنساوي. انما لازم تاريخ بالعربي طبعا، جغرافيا بالعربي، لان اللي ما يعرفش تاريخ وجغرافيا بلده ما يعرفش الانتماء، اللي ما يعرفش تربيه قوميه عن بلده ما يعرفش الانتماء. لازم يكونوا دول اساسيين علشان نعمل الخطه صح ونمشي على طريق صح. انما نعمل كده عندنا طبق سلطه في التعليم، انا متعلم واخد دبلومه امريكيه، وانا واخد مش عارف الدبلومه عالميه، وانا مش عارف متخرج من كذا، وانا متخرج من كذا. ده ما ينفعش، ما ينفعش. مش تعليم بامانه كده فعلا، مش تعليم. نظام التعليم من اولى لغايه الثانويه العامه، او من التعليم من اولى روضه لغايه ما ياخد الشهاده التوجيهيه اللي بتوجهه للكليات. أيوة. لابد ان يكون تعليما واحدا. وبعدين الكليات، كل كليه في تخصصها، مع ان لازم يدرسهم التربيه القوميه من اولى جامعه لغايه ما يتخرج، وتبقى ماده سقوط ونجاح. حاجه يدرسها في المدارس، مش مهم في الجامعه. لو في اللي الجامعة يدرسها لغايه الثانويه العامه خلاص، عارف بقى فيها ايه. لا ابدا، ده في ثانويه عامه انا بدي ايه يعني. احنا كان ايامنا الثانويه العامه كنا بنبقى 17 سنه، زي دلوقتي قولي 19 مثلا او حاجه زي كده. يعني يبقى لازم ياخد الجامعه كمان، ياخد تربيه قوميه في الجامعه، ومش تبقى ماده يعني كده للعلم والاحاطه. لا، تكون ماده لها ماده قيمة. لها قيمه طبعا، ولها درجات ولها نجاح وسقوط، ويدرسها بقى اساتذه تربيه قوميه من السياسيين الكبار ومن الناس اللي عندهم التاريخ بتاع مصر، وعارفين مصر ايه دي، عارفين قيمه هذه البلد. طب احنا معانا مداخله، معانا الاستاذ طارق محمود المحامي. مساء الخير يا استاذ طارق. اهلا بيك، ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم، اهلا وسهلا. حضرتك شايف ازاي ترويجات الاخوان في الخارج ضد مصر؟ طبعا هو معروف يعني بعد ثوره 30 يونيو، بيبقى ان النماذج الاخوانيه المعروفه من اعضاء التنظيم الدولي وقيادات الجماعه، وفهو بيعرف هذا. يعني في خطه ممنهجه لاسقاط الدوله المصريه والتاثير على مؤسسات الدوله المصريه، طبعا ده معروف. الضربات، انا اعتقد ان الضربات المتلاحقه من المؤسسه الامنيه ومن الجيش المصري للجماعه، واسقاط معاقل ليها مهمه، باعتبار حتى يعني ان مصر معقل رئيس لجماعه الاخوان، وقياداتها اللي في الصفوف الاولى يا استاذه دي هي اللي بتتصدر المشهد في الخارج. أيوة. يعني مثلا يعني القيادات الهربة الخارج اللي بتطلع على قنوات الاخوان شرق ومكملين والجزيره و و و ما كلهم جايين بتوجه من التنظيم الدولي الاخوان، ومعروف هذا الكلام يعني. طيب حضرتك شايف الى مدى المخطط ده هيستمر؟ لا، وانا اعتقد ان الدوله المصريه حتى بعد القرارات الاخيره والضربات الامنيه المتلاحقه من الجيش والشرطه ضد الارهاب والمعاقل بتاعه الارهاب دي هتؤثر عليها. وانا ممكن اقول لحضرتك ان هذا التنظيم الارهابي واللي هو اعتقد ان هو لواتيني على كده الى زوال، وقدراته التنظيميه والتمويليه خصوصا بعد مصادره الاصول بتاعتهم والعقارات والشركات اللي وصلت فوق ال 62 مليار جنيه، اعتقد ان قدره هذا التنظيم في الداخل والخارج قلت للغايه جدا، وقدرته على ان هو ممكن يستمر في مجابهه الدوله المصريه. لان لا يمكن، انا اعتقد ان انا مش شايف يعني ان تنظيم ارهابي ممكن يبقى
يتصالح مع دولة أو يقف في مواجهة دولة. الحمد لله مصر بتحقق ضربات أمنية متناحقة كل يوم. القرارات الأخيرة الشعب المصري أولا دي فلوس الشعب المصري ورجعت له. الشعب المصري هيتأكد إن من قلة حدة العمليات الإرهابية اللي هتحصل لأنها بتؤدي لتجفيف منابع الإرهاب التمويلي، ان هم بيمولوا من هذه الشركات والفلوس اللي داخله لهم والتنظيم الدولي. اعتقد ان هو حتى يعني هيعتبر نهايه للتنظيم الدولي بموجب اللي بيحصل والتطورات اللي على الساحه. هم بقى مش هيسكتوا طبعا، ابواقهم الدنيئه الخبيثه اللي شغاله بره اللي بتحاول ان هي تشوه سمعه الدوله المصريه باشتراك بعض الشخصيات. يعني احنا كنا تقدمنا ببلاغ من 100 يومين يا دكتوره منى، اتهمنا في منصف المخزون بتشويه صوره الدوله المصريه في المحافل الدوليه، وطلبنا من البي النائب العام اصدار قرار بمنعه من دخول البلاد، لان كان في يعني وصلت لنا معلومه ان هو بيدبر مع ويتواطأ مع بعض قيادات الإخوان في الكال وعلى رأسها إبراهيم منير على تدبير المحاولة لاغتياله لإظهار إن الدولة المصرية دي دولة ضعيفة. أيوة. فيعني أعتقد يعني إن إحنا على جميع المستويات والدولة المصرية قادرة على التصدي لهذا الإرهاب إن شاء الله. هم بيمارسوا مخطط مجبور، الدولة المصرية بتتصدى له. أعتقد أن يعني إن شاء الله. أشكرك يا فندم أستاذ طارق محمود، أشكرك يا فندم. كلام محترم، إنما هو تطبيق القانون اللي اتطبق 22 لسنة 18 اللي هو القانون اللي قبله كان بيقول التحفظ بس عليه طول ما احنا عاملين له القضية، فنعمل له التحفظ ان شاء الله نكبر له المبلغ ونكبر له الشركة، ولما ياخد براءة يخرج. لا مش براءة، ده لما يخلص يطلع لما يخلص العقوبة نقول له اتفضل ادي اللي احنا عملنا يعني كافحنا جيدا لغاية ما تعدل هذا واصبح ان ايه المصادرة، يعني ان انا بديره وبعدين لما يصدر حكم نهائي من محكمه من بثبات التهمه من محكمه المدنيه اللي هي محكمه جنح مستأنف يتم المصادره لصالح الدوله المصريه. دلوقتي اللي تم ده خطوه اولى على الطريق، عامله لهم ازعاج غير عادي، ازعاج لهذه العصابه. انا بقى جاي وقاعد مع ناس كتير عامله لهم ازعاج غير عادي، هيموتوا ان 1589 واحد تصدري ممتلكاتهم، 118 شركة، 1237 جمعية ومدرسة منهم 104 مدرسة مدارس امال ايه، 69 مستشفى، يعني 25 موقع الكتروني وقناه فضائيه. يعني كل ده بيقول لك ان يعني تقريبا كده هو بيقولوا في وسائل الاعلام ان في حدود 60 مليار، لا انا بقول دول في حدود 300 مليار الحاجات دي. وبعدين ده لما نيجي نقيم التكلفه اللي تكبدتها مصر في إعادة البناء أو إعادة الشيء لأصله أو إعادة تطوير القوات المسلحة والشرطة وتعويض الممتلكات اللي أصيبت وتعويض الأسر اللي تكبدت أبنائها وبياخدوا معاشات وبياخدوا ومهما خدم مش هيعوض عن أولادهم على الابن وكلهم شباب زي الورد في سن صغيرة دفعوا حياتهم حبا في هذا الوطن ودفاعا عنه ضد جماعة إرهابية لا وطن ولا دين ولا أخلاق ولا عندهم أي حاجة خالص، لا يمت لهذا الوطن سوى بالإقامة، يعني مقيمين معانا بياكلوا من اكلنا بيشربوا من شربنا بيستفيدوا من كل شيء موجود على هذه الارض، ولا توجد ذره من الوطنيه او الاخلاص لهذا البلد الا ان هو يا نحكمكم يا نموتكم، مفيش غير كده.
هذه العصابة الإرهابية. لهذا بقول للشعب المصري اوعى تاخدك بهذه العصابة اي رأفة، واللي يعرف اي معلومة عن اي واحد من اطراف هذه العصابة سواء ممول او بيقوم او موظف، يعني انا شخصيا لما حد بيجي يكلمني اقول له اكتب لي بس وانا اتاكد واتاكد واعمل، يعني انا لما اتاكد وقدمت بنفسي بعد قدمت بنفسي مذكره اهي بخط ايدي اهي. ايوه مذكره حضرتك بتوضح فيها ايه؟ لا بتكلم على ناس ناس في شركه الكهرباء، 62 قياده في شركه كهرباء البحيره، وقدمتها للاجهزه الرقابيه الثلاثه، للرقابه الاداريه وللاموال العامه وللامن الدوله والامن الوطني. 62 قياده اهم اساميهم اهي. مش ناكرها، ده انا مقدمها. وفي شركه الميه نفس الحكايه، وفي التربيه والتعليم اللي بيجي بيحكي قدامي اقول له اكتب لي واتاكد من الكلام اللي هو قايله وابعته للاجهزه الرقابيه واقول لهم شوفوا الناس دي. ايوه يتاكدوا بقى اذا كان البلاغ حقيقي ولا غير حقيقي. يعني لا يمكن واحد يجي يحكي كلام فارغ، بييجوا يحكوا لي وانا بتاكد الراجل ده اخواني صحيح. طب بيعمل ايه؟ ده دول اخطر من اللي ماسكين السلاح، لان دول اللي بيعملوا الاحباط للشعب المصري، دول اللي بيعملوا احباط في الشعب المصري. ولما يجي رئيس الشركه الكهرباء في البحيره هو نفسه له ميول اخوانيه واخوه كادر اخواني ومعاه في الشركه وعمالين يرتعوا فسادا في الشركه، انا عايزك تعملي حلقه على الفساد عشان نتكلم فيها براحتنا. عملنا انا وحياتك عن الرشوه قبل كده مش كده؟ عملنا حلقه عن الرشوه، لا عن الفساد ككل، الفساد اللي بنخور. حياتك جهز لنا مستندات وارقام واحنا جاهزين. لا ما انا بقولك يعني ليه، لان الفساد اللي موجود في اجهزه الدوله كله اساسه تلك العصابه الارهابيه، بيعملوا احباط للناس، بيعملوا احباط. انت رايحه تقضي مصلحه في مجلس المدينه او في المحافظه، يقابلك واحد اخواني يقول لك خلي السيسي ينفعك، بتعلينا بعد بكره لما نبقى نشوف الموضوع. فبيبداوا يدوا سلبيه للراي العام، سلبيه. وبعدين يقول لك شوف انتوا شايفين الاسعار عامله ايه، انتوا شايفين الدنيا ماشيه ازاي. اهم دول دول. اشكرك يا فندم. سيد اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخليه الاسبق، انا بشكر حضرتك جدا. وانا سعيد بلقائك ان شاء الله. هنتقابل في حلقه قريبه ان شاء الله باذن الله. نطلع فاصل وانتظروني بعد الفاصل، ابقوا معنا. لا شك ان الاميه بانواعها المتعدده تعد احد اكبر المشكلات التنمويه التي يعاني منها المجتمع المصري. العلم نور بالنسبة لي كان حلم. يعني ايه اللي شجعك على استكمال مشوارك التعليمي يا امل؟ اولادي، ان انا اعلم اولادي ويستفيدوا من تعليمي، يعني اتعلم واعلمهم واعرف اقرا لهم واكتب لهم وافهمهم، كانوا لسه ما دخلوش مدارس. طبعا حصلت على شهاده محل اميه النظام الجديد ودخلت التعليم الفني، خدت حصلت على دبلوم تجاره، بدات تعليمي خدت ثانويه عامه، وبعد الثانويه العامه دخلت كليه خدمه اجتماعيه، حصلت على البكالوريوس بعد 4 سنوات، ان شاء الله الماجستير، وان شاء الله الدكتوراه باذن الله اذا طال اجلي. كنت حابه اكمل تعليمي او حابه ادخل مجال التعليم، خصوصا ان انا سبته وانا صغيره، فالتحقت بفصول نحو الاميه وبعد كده اخذت الشهاده يعني بفضل الله، وبعدين المرحله الاعداديه دخلت الاعداديه، وبعد كده الثانويه العامه، وبعد كده كليه التجاره جامعه بني سويف. بفضل الله تخرجت سنه 2015. اخذت اولى اعدادي وثاني اعدادي وثالث اعدادي والتحقت بتعليم الصناعه، حصلت على الدبلوم وتسويت بيه في الشغل بتاعي. فلازم كل بني انسان بمصر بالذات يمحي الأمية دي خالص نهائي،
احنا بدأنا عصر جديد مع وجود قيادة سياسية واعية. بدأ الرئيس بالفعل يتكلم على القضاء على الأمية ويتكلم على مشكلة الأمية، طبعا دعا إلى أن عام 2019 وعام التعليم في مصر، وأيضا بدأ يحث شباب الجامعات وشباب الخريجين وشباب الأحزاب بدورة المشاركة، مشاركة مع هيئة تعليم الكبار للقضاء على الأمية. فإن شاء الله بإذن الله احنا جينا النهاردة بنقول بنفتح باب الشراكة مع الجميع، سواء المجتمع المدني أو القطاع الخاص أو المجتمع الحكومي، عشان بالفعل نتضافر كل الجهود للقضاء على الأمية. كانوا بيقولوا لي بعد ما شافوا دول كتاب كده عيب، فقلت له انت مين اللي بتتكلم؟ اصحى وفوق وروح اتعلم، بدل ما تقعد للنميمه اتامل حالك واتكلم. لو ادركت الام الجهل لاوامر العلم هتسلم. انت مين اللي بتتكلم؟ جاهل متخلف خرفان، من جهلك هتعيش تعبان. اصحى وفوق يا غلبان، واعرف ان العلم كنوز، ما يفرق بين ساب وعجوز، يفتح زراعاته للكل، ينتشرك من جهل وسل، ولا حد يعايرك ويقولك انت مين اللي بتتكلم. حاجة محترمة جدا لما الإنسان ياخد قرار منفرد إنه يتعلم. إحنا كلنا تعلمنا بس تعلمنا علشان أهالينا ودونا نتعلم، اتعلمنا عشان تابعونا إن إحنا نتعلم، وكنا بنبقى متضايقين إن إحنا كمان بنتعلم، ونبقى زعلانين إن إحنا بنذاكر. بس لما نيجي نشوف نماذج بعد ما كبرت وبقالها حياة قررت إنها تتعلم، فهو ده فعلا الشيء المحترم. فقرتنا النهاردة ضيوفنا فيها الدكتور عاشور عمري، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار. أهلا يا فندم. ومعانا الأستاذ محمد عبد الجواد حسين غنيم، الحاصل على ليسانس الحقوق. أهلا بك. أهلا بك. أهلا بك. أنا قبل ما أبدأ مع حيك دكتور أستأذنك، أنا عايزة أبدأ معي. ده طبعا. أنت في سن كام قررت تمحو الأمية؟ معاك من البداية ولا من سن كام أنا قررت أمحو الأمية؟ يعني حياتك فضلت أمي لعمر كام؟ تقريبا يعني 30 سنة. حياتك قعدت لغاية سن 30 سنة؟ ما أنا طلعت من، ما هو والدي لما طلعنا من المدرسة من الصف الثالث الابتدائي. أيوه. اتجوزت تقريبا وأنا عندي 24 سنة. وبعد ما خلفت الاولاد يعني حوالي وانا عندي 30 سنه كده او 28. حياتك بتقرا بتكتب لغايه سن 30 سنه؟ ايه اللي خلى حياتك تفكر انك انت تكمل تعليمك او تتعلم بقى، مش تكمل تعليمك تتعلم اساسا؟ هو انا كنت بقى كانت اولادي كانوا دخلوا المدارس، وكان في بعض المدرسين بيجوا لهم دروس في البيت وكده، وانا قاعد وياهم، فبقيت اشوف الموقف يعني طب ليه انا ما كملتش تعليمي. فالهيئة القومية للمحو الأمية وتعليم الكبار كانوا عاملين فصل عندنا في قرية اسمها المنشية الكبيرة تبع مركز كفر شكر. أيوة. اليوبية. التحقت بيه؟ التحقت بالفصل دوت. حياتك أخدت كام سنة من يوم ما التحقت بمحو الأمية لحصولك على الليسانس حقوق؟ ما أنا تدرجت بقى حضرتك، أنا خدت سنة معاهم ونجحت وخدت تلاتة إعدادي، ربنا وفقني بمجموع في تلاتة إعدادي كبير، دخلت الثانوية عامة. ولما دخلت الثانوي عام كان في من حسن حظ ان جامعه الزقازيق في السنه ديت قالت احنا هنفتح قسم تعليم مفتوح طب بيطري والدراسه باللغه العربيه بقسمها العلم والادبي طب بيطري. وانا بس كان المجموع بتاعها عالي شويه عن تنسيق التعليم المفتوح، وانا كنت جايب مجموع كبير. بس انا بحب القانون، بحب دراسه القانون. ايوه. فدخلت كليه الحقوق جامعه بنها، قعدت في 4 سنين، وبعد ما خلصت ان شاء الله الاربع باذن الله 4 سنين عميد الكليه قال في اللي غاوي يدرس التحكيم التجاري الدولي، في دورات بتتعمل في جامعه الزقازيق في تبع المركز الدولي للوساطه والتحكيم، فقلت له انا غاوي، فروحت قعدت بقى كل سنه بتاخد دوره دوره، خدت الاربع دورات اللي هي التخصصيه والمتخصصه والمتعمقه والمتكامله، 4 دورات. بعد كده امتحنونا امتحان كده وقالوا اللي ينجح في الامتحان دوت. أيوة. هيبقى خد دبلومه اعداد المحكمين العرب، وما اشتغلت معايا هنا كلها دلوقتي بتسب ازاي. خدت دبلومه اعداد المحكمين العرب. طبعا في الفتره ديت انا الهيئه القوميه للمحو الأمية وتعليم الكبار ما سابونيش، جماعه الدكتور عاشور حتى في الفتره الاخيره اللي هو دكتور عاشور ما بقولش سنوات كتيره يعني، دكتور
عاشور عمري، ولكن هو كان بيكلف الاستاذ اللي هو المسؤول عن محو الاميه وتعليم الكبار في بنها استاذ اشرف بدوي. قال له شوف لنا الاخ اللي دخل لسانس حقوق دوت، تابعه وشوف محتاج ايه عايز ايه. كان دكتور عاشور باستمرار يعني. وبرده الجماعه بتوع كفر شكر ما سابونيش، انا من قريه اسمها منشيه الكبيره تبع مركز كفر شكر محافظه القليوبيه. فالحمد لله بفضل ربنا انا استفدت كتير جدا كمان من اكيد دكتور عاشور حياتك بتبقى سعيد طبعا. يعني اكيد حضرتك لما بتسمع قصص النجاح دي بتبقى حضرتك سعيد جدا بيها. طبعا يعني انا اولا بشكرك استاذه امنيه على اللقاء الطيب. الحقيقه الهيئه العامه للتعليم الكبار هي تم انشائها وفقا للقانون رقم 8 سنه 91 لمهام معينة. هي المهمة الأساسية للهيئة هي القضاء على الأمية في المجتمع المصري. مش بس كده أن الأمية مش هي نهاية المطاف بالنسبة لنا، لا، إحنا بعد مرحلة محو الأمية حتى لا يرتد الشخص مرة تانية إلى الأمية ويبقى بالنسبة لنا بيمثل هدر، سواء هدر في الوقت أو هدر اقتصادي وهدر تربوي، إحنا بنحاول أن إحنا نساعده لحد ما يحصل على الشهادة الجامعية، وإحنا كده أدينا دورنا. وده المفهوم الواسع لتعليم الكبار، لأن تعليم الكبار كمظلة واسعة محو الأمية هو أحد حلقاتها. بعد محو الأمية بيستمر معنا الشخص، لأن شهادة محو الأمية بتعادل الشهادة الابتدائية. بتاخد وقت قد إيه فندم شهادة محو الأمية؟ إحنا عندنا الفصول، بنفتح فصل المحو الأمية في لمدة 3 شهور، وفي فصل لمدة 6 شهور، وفي فصل لمدة 9 شهور حسب مستوى الدارس نفسه. يعني الحاج محمد استاذ محمد كان دخل لانه طالع من ثالثه ابتدائي، فكان عنده الاساسيات وعنده استعداد، فده بيدخل فصل اقل شويه. انما الشخص اللي هو لسه ما يعرفش اي حاجه عن القراءه والكتابه ولم يلتحق بالتعليم، ده بيدخل في الفصل النظامي اللي هو 9 شهور. يعني ممكن 9 شهور ويحصل على ابتدائيه، يحصل على شهاده. هي الاول كانت بتوازي الابتدائيه، ولكن حصل تطوير في المناهج دلوقتي وزاره التربيه والتعليم، وحصل طفره تكنولوجيه وتقنيه بدات تدخل في مجال التعليم الاساسي. فبقى في نوع من المعادله، في معادله فصل تنشيطي بنعادل له الشهاده الابتدائيه، بياخد المواد اللي هي ما درسهاش في مرحله محو الاميه زي العلوم وزي الدراسات الاجتماعيه وجزء في اللغه الانجليزيه، بنشتغل معاه ايضا لمده يعني عدد من الشهور، فبنعادل. وبعد كده بيدخل اختبار بتشرف عليه وزاره التربيه والتعليم. أيوة. بعد الاختبار ده بنعادل له الشهاده. محو الاميه مجانيه يا فندم؟ مجانيه، والشهاده مجانيه بالفعل. لا، وبل كمان احنا بندي حافز للدارس الامي كمان، اللي بيلتحق بفصل محو الاميه بياخد حافز كمان من الهيئه العامه للتعليم الكبار ومن مؤسسات المجتمع المدني. حضرتك انا عرفت ان عندهم كمان دكاتره ان في بيكملوا لغايه الدكتوراه. خليني اتكلم على الاغلبيه، هل فعلا في قبول على فصول محو الأمية، ولا اللي بيشتركوا في هذه الفصول يعتبر نسبة بسيطة من عدد الأميين؟ خلينا أتفق معاك يا أستاذة أمنية، أنت حطيتي إيدك بالفعل على الجرح اللي يعني بيألمنا كلنا. المشكلة الأساسية والتحدي الأكبر بالنسبة للهيئة العامة للتعليم الكبار هو عزوف الدارس الأمي عن الالتحاق بفصول محو الأمية، لأن الدارس الأمي أو الأميين بصفة عامة هم شريحة من المجتمع بيتغلب عليهم أن هم فقراء إلى حد ما، يعني في بيئات ثقافية وبيئات اقتصادية قليلة جدا أو ضعيفة. فإحنا بنقول أن الدارس نفسه لما بيلتحق بفصول محو الأمية من الصعوبة بمكان أن أنا أقنعه، لأن أنا هقنعه أن هو يلتحق بفصل محو الأمية لمدة 6 شهور أو 9 شهور، معنى كده أن أنا بخرجه من العمل بتاعه، أكل عيشه اللي بيأكل بيه عياله بيفتح بيته فيه. فإحنا بنقول أن دي صعوبة بتواجه. احنا عندنا ما يقرب من 18 مليون امي، 18 مليون امي عشان اقنعه انه يلتحق بفصول محو الاميه، فبنقول ان يعني من الصعب ان انا الحقه، لان لازم يكون في حافز والدافع، يعني الدافع لازم يكون موجود عنده ان هو عايز يتعلم، وكمان لازم يكون في حافز. الحافز ده قد يكون حافز ايجابي او حافز سلبي. الحوافز السلبيه احنا قلنا ربطنا مثلا ان التعيين في الدوله، والدوله مشكوره بده، ان احنا لازم تلتحق بفصل محو اميه وتحصل على شهاده محو اميه. لما بنيجي نتكلم على رخصه القياده، لا، احنا مش هتاخد رخصه القياده الا لما يكون معاك شهاده محو اميه. ما ينفعش انا اخليك تسوق سياره في الشارع الا ما يكون ده شجع شويه على الالتحاق ده بالفعل. بس ايضا الحافز السلبي وحده لا يكفي، احنا بنقول لازم يكون في حزمه من الحوافز الايجابيه التي تقدم للدارس الامي او للاميين عشان يلتحقوا بالفصول، لان بالفعل معلم محو الاميه عندنا بيعاني، لان انا بحاسبه على الدارس اللي بينجحه، فعشان يقنع الدارس الامي ان هو يلتحق بفصل محو الاميه بيعاني بالفعل، ودي صعب جدا انه يقنع الشخص، لانه لدرجه انه بيخبط على البيوت ويقول له، يعني يحاول يعمل حصر الاول للاميين، ولما يعرف ان البيت ده فيه شخص امي بيحاول يخبط عليه. المراكز موجوده في كل المحافظات؟
عندنا 27 فرع ب 27 محافظة موجودين، في كل محافظة في فرع يتبع الهيئة العامة لتعليم الكبار. عندي في كل مدينة أو كل في مركز أو كل مركز في فرع أو في إدارة في المركز يتبع المحافظة، وأيضا هناك اتصال وتواصل مع كل الوحدات المحليات اللي موجودة على مستوى الجمهورية. فأي وحدة محلية ممكن الشخص اللي عايز يتعلم يطلع للوحدة المحلية أو مجلس المدينة، لينا مندوبين موجودين هناك بشكل دائم. بشكل دائم. حضرتك شايف ان مثلا محتاج ان يبقى في نظام جديد للتحفيز للتعليم؟ يعني انا هتكلم كافتراضي، مثلا نقول ان اللي هياخد شهاده محو الاميه هيكون له معاش ولو بسيط، هل حياتك تعني بهذا كتحفيز للاميين للاشتراك في البرنامج؟ هو هيشكرك يا استاذ منير، لان دي جزء في غايه الاهميه. بالفعل هي الدوله دلوقتي عامله منظومه للتنميه، تنميه المواطن، في مشروع قومي للتامين الصحي موجود، في مشروع تكافل وكرامه موجود. احنا بالفعل بدانا نتواصل مع وزاره التضامن الاجتماعي مثلا، وعملنا بروتوكول مع وزاره التضامن الاجتماعي ان كل المستفيدين والمستفيدات من برنامج تكافل وكرامه لابد وان يلتحقوا بفصول محو الاميه اللي هم مش متعلمين، والاب والام لازم يلزم ابنائهم بانهم يعني كل اللي بينضموا لبرنامج تكافل وكرامه لازم يدخلوا محو الاميه. بالفعل احنا دلوقتي بالفعل. في يعني بروتوكول تعاون تم عقده مع وزاره التضامن الاجتماعي، بالفعل كل المستفيدين عملنا حصر ليهم بالفعل، وده موجود في التضامن الاجتماعي، وبدانا نفتح فصول في كل المحافظات الان. فاحنا بننظر الى محو الاميه على انه جزء اساسي من التنميه. رئيس الدوله دلوقتي بيتبنى مشروع قومي للتامين الصحي، وان شاء الله باذن الله سنتواصل مع وزاره الصحه بحيث ان احنا ندمج ايضا كل المستفيدين من هذا البرنامج، ان احنا نحاول، ده لسه جديد، حاجه جديده ان شاء الله بنسعى ليها، ان كل المستفيدين من المشروع القومي للتامين الصحي يتم الحاقهم بفصول محو الاميه. الحقيقيه كام في مصر دلوقتي؟ خلينا اتفق معاك، احنا بنقول النسبه الحقيقيه اللي بتصدر عن المؤسسه اللي خاصه بالدوله، الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء، بيقول ان احنا عندنا 18 مليون امي، ما يقرب من 29% من سكان مصر في الشريحه العمريه من 15 سنه فاكثر. وخلينا اقول ان من الخجل ان احنا في يعني في بلد زي مصر بحجم مصر، بلد ليها مكانه عالميه في مستوى العالم، القوى الناعمه المصريه اللي علمت دول الخليج، في عندنا نسبه كبيره جدا، فاحنا بننادي بان بالفعل لابد وان نتبنى مشروع قومي لمحو الاميه تشارك فيه كل الوزارات، وده بنص القانون، القانون رقم 8 اللي نص على انشاء الهيئه سنه 91، بيقول ان يعني خصص دور الهيئه وقال ان محو الاميه وتعليم الكبار هو واجب وطني وقومي تشارك فيه كل وزارات الدوله وكل مؤسسات الدوله الحكوميه والمدنيه والخاصه، ده بحكم القانون. المشكله في الإحصائية اللي حضرتك قلتها إن نسبة اللي عمرهم 15 سنة أو في عمر الشباب نسبة كبيرة قوي جدا، وهو ده مستقبل مصر جدا، فهو يجب فعلا زي ما حضرتك قلت إن يربط شهادة محو الأمية بكل منفعة من الدولة بالزبط. بيأخذها المواطن علشان يجبر على التعليم. بالظبط، أنا بقول لحضرتك المشكلة بالفعل اللي بتؤرق الهيئة العامة لتعليم الكبار هو إن الدارس الأمي نفسه أنا مش عارف أحصل عليه عشان أعلمه، لدرجة إن حضرتك إن في بعض معلمي محو الأمية بيدي يومية العامل في اللي هو العامل الأمي عشان يلتحق بالفصل، فصل محو الأمية، شوفي وصلت لحد فين. فإحنا بنناشد إن بالفعل لابد من إيجاد منظومة، وده إحنا شغالين عليه، منظومة من الحوافز تقدم للدارس الأمي فيها جزء من الإجبار بالفعل، أنت لازم تتعلم زي ما أنا بعمل إلزام للطفل الصغير أن هو يتعلم ويلتحق بالتعليم الأساسي. فإحنا بنقول أن أيضا الكبار لابد من القضاء على الأمية، لأن الأمية دلوقتي أصبحت يعني هي أم المشكلات في المجتمع المصري، مشكلة الإرهاب ومشكلة التطرف اللي موجود، كله سبب الأمية، سبب الأمية، أيضا البطالة بسبب الأمية، الفقر أيضا بسبب الأمية. فأنا بقول أن أنا بنقذ مجتمع من خلال القضاء على الأمية. كلمة أخيرة لو أنت عايز تقول جملة لكل حد، لكل شخص أمي، تقوله إيه يا محمد؟ عايز أقول لأي واحد ما تعلمش، يكفي الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني في حاجة دنيوية وحاجة في الآخرة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا فيه علم سهل الله له طريقه إلى الجنة، دي أول حاجة. يعني أنت دلوقتي بالنسبة للحياة الدنيوية، أنا واحد من الناس استفدت، يعني انا بقول له انا استفدت، انا كنت راجل شغال بطريقه بدائيه حتى في عملي،
دلوقتي الطيار. انا دلوقتي راجل عنده ورشه نجاره ومعرض مربي. المشوار كان صعب يا محمد جدا. هو صعب جدا بس الحمد لله واي واحد عنده عزيمه واصرار مفيش حاجه صعبه. وبعدين عايز اقول لسعادتك احنا في الايام ايام ما كنت بدرس انا كنت اسعد من دلوقتي وكنت بنتج عن دلوقتي لان كان حياتي منظمه وكان لها وكان في هدف قدامي. بعد ما خلصت وموضوع الماجستير براحتي بقى ناقش وما ناقشوش ما كده. انما انا كنت في البدايه فعلا كان عندي طموح وبعدين كنت مستعد استعداد جامد جدا وبروح لدرجه انه عملوا حاجه اسمها في الكليه محكمه افتراضيه من المفترض ان هي محكمه. أيوة. وكان بالاشتراك مع جامعه امريكا وكده فكنت بشترك فيها وكان الطلبه واخدين 5 من 10 انا واخد 8.5 من 10 في المرافعه كان واخد. فاكر القضيه لغايه دلوقتي استاذ محمد عبد الجواد حضرتك مثال محترم جدا. الله يبارك فيك. امنيتي المصريه ان يكون كل الاميين بيشوفوا حضرتك ويتمنوا يبقوا زيك ويحققوا. الله يبارك فيك. وانا عايز بس قبل ما حضرتك تختمي عايز اشكر الدكتور عاشور انه فعلا انا كنت وانا في الكليه هو انا اتفاجئت ان هو كان بيبعت الدكتور الاستاذ اشرف كله تابع الراجل دوت دكتور عاشور عمري رئيس الهيئه العامه للتعليم الكبار. وراك مشوار طويل وهي حقيقي مصر محتاجاه وتستاهل التعب فيه. أشكرك يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا كده وصلنا لآخر حلقتنا. تصبحوا على ألف خير وهلا.